السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حيا الله أطفالنا الحلوين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج استوديو عمو هاشم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، حياكم الله، حيا الله أطفالنا الحلوين. أنا أريد وياي تتابعوني وتقعدون يطلع استوديو برنامج عمو هاشم، مثل ما شوفناكم ديك الحلقة الطفل النابغة، لكن ما قدرنا شلون نطلعه بالصورة الصحيحة لأنه هو يقرأ أيضا، كل شيء يقرأ إنجليزي وعنده موهبة كلش قوية، لكن صورناه بتلقائيته واللي قدرنا نحصله. احنا نتواصل وياكم لكل مواهبكم، لكل إبداعاتكم، لكل أطفالنا الحلوين. أي شيء اتصلوا بينا على العنوان اللي موجود على الشاشة، قناة شهاب الفضائية، برنامج استوديو عمو هاشم. حل سؤال الحلقة السابقة، احنا سؤالنا كان الحجر الأسود، صح؟ حل سؤال الحلقة، لكن أكثر الأطفال غلطوا بالإجابة، هو لونه أبيض، اسم الحجر الأسود لكن هو لونه أبيض، هذا حل السؤال. وصلتنا طبعا حلول أكثرها خطأ، لكن أصحاب الحلول الصحيحة من البصرة رقية عماد، جاسم عبد، هاشم عبد، سعد أحمد، فاضل أحمد، وناصر نجيب، ومحمد حميد، وعلي فاضل، وثامر علي من بغداد، ياسمين ياس، نادية محمد، علي عباس، ليث قاسم، وحسين جابر، ويوسف سمير، وفهد حازم، وعماد علي، وناطق حارث، ومرتضى محمد، ولؤي كاظم. أما من ميسان، حيدر خالد، وحسين علي، وأحمد صلاح، وأنس فلاح، وأحمد فلاح، يحيى إسماعيل، وسلام حيدر، وشاهين عبد من بابل، سجا قاسم، جنة علي، يونس حامد، وعبد الله سعيد، وخالد أيمن، مجاهد كريم، حوراء علي، وقصي حيدر. من النجف، أنوار كاظم، كرار صاحب، نرجس فلاح، سعد راضي، ضياء علي، وآدم علي. هنا الفائز هو من النجف. من الديوانية، ماهر حبيب، وقاسم محسن، وفاطمة محسن، وعلي محسن، وسنان حيدر، ويزن حيدر، وسعد قيس. أما الفائز في حل السؤال هو صديقنا ضياء علي من محافظة النجف. احنا راح نتصل بكم، طبعا هو الرسائل توصل بها أرقامكم وتليفوناتكم، فراح نتصل بالفائزين أو الفائز، دائما نتصل به حتى نوصل له هديته، وإذا أحد يريد يواصل بالقناة ويجينا كضيف نرحب به في برنامج استوديو عمو هاشم، وإذا ما يجي احنا نوصل له هديته. حياكم الله. موضوع حلقة اليوم، شوفوا احنا نستفاد من التجارب، كل العالم، كل اي شيء يصير به تجربة، حتى الطيران من هذا وصل العلم بتجارب، بدت من الأجنحة، بدت. فلما توصل مرحلة الكمال، والكمال لله، بس احدى الدول انا ما اريد اذكر اسمها وتقول سوينا تجربة، إذا لقيت قطف جيجارة، كاتبين إعلان قطف جيجارة بلقى، أو ورقة صغيرة، أو ورقة مال شكليت أو مال نستلة، حتى من الأطفال، حتى هؤلاء الأطفال، إذا اللي يلقى هاي الشغلة أو يثبت إنه هاي الشغلات كاميرات طبعاً وتصوير وكذا، اللي يلقى نعطيه 600 دولار. حلو؟ أكو وفد من جماعتنا شافوا الإعلان وقبلوا التحدي، حلو، فظلوا يفترون بالشوارع يردون لهم أي قطعة صغيرة حتى يحاججون ذيك الدولة بهذا القرار. أحد الأطفال مال ذيك الدولة
عنده شامية يريد يفتح كيس الشامية، حيل طق كيس الشامية، ايش سوت؟ طفرت. اوكي، اي واحد من الوفد ربعنا اذا يلقى له شامية ياخذ عليها $600. بسرعة البرق الأطفال اللي بالحديقة مثل الزنابير على اليمن على هذا، وشالوهن وذبوهن وما خلوا أي شيء بالقاع. فربعنا داخل، شلون نقدر نوصل أطفالنا هيك؟ ها؟ لا والأضرب منها شنو رأيكم؟ أطفال رايحين للمدرسة، وين رايحين؟ للمدرسة، شايلين جنطهم رايحين. فشافوا تمثال بالساحة بإحدى الساحات وبطيقهم، هذا التمثال طيور ممسخة عليها، ذبوا الجنط على المصطبة، تحضروا وديهم، أكو جوا التمثال سطل ومي وهي نافورة وزاهي وهذه الشغلات، وواحد الواحد وطلعوا الدرج وصعدوا ونظفوه وكملوا وطبقوا ذني وذبوهن واخذوا جنطهم وراحوا للمدرسة. هسه الطفل سأل له شو اسمه، قال لك اتش عليك وتريد تشاق ويا الطفل. أما الطفل بالخارج إذا صعد، هسه هاي الدول القريبة يعني مو دول أوروبية، في باص يصعد طفل، الكل عبالك عبالك ما عندهم أطفال، ما شايفين أطفال هالقد ما يحترمون يحبون الطفل. احنا عندنا أمور بحلقاتنا الجاية نحكيها، إذا نلتزم بيها نقدر نوصل، نقدر نتوصل لحلول ويا أطفالنا ونسويهم. مو أنا ما علي، مو أنت أنت شو عليك، ما ذاك ما عليه وهذا ما عليه وهذا ما عليه وكلنا ما علينا. لعد منو العليم؟ من يبني بلدنا؟ منو يبني جيلنا ويربيه؟ كلنا مسؤول، الأم، الأب، الأخ الكبير، المدرسة، كل المعلمين. لا نتعاجز، وسائل الإعلام. حياكم الله. وهسه راح ننتقل إلى فقرة ألعاب الخفة، ألعاب السحرية، حتى شوية نفرفش ونرجع لكم.
وصلت صوركم. إذن أصدقائنا اللي دزوا صور ودزوا لنا صور، هذه صورهم وصلت وراح تشوفوها بهاي الفقرة. أهلا وسهلا بكم. سؤال حلقة اليوم، انتبهوا علي يا حبايبي، السؤال حلقة اليوم هالمرة السؤال يختلف، سؤال فكري. لا نطلع رأسا على الانترنت، خلي نفكر شوية، خلي نصفن، خلي نشغل الجمجمة قولت أبو المثل. زين حبايبي، نريد نسولف بيناتنا ونقول سؤال حلقة اليوم، ما نعتمد على حد بالبداية أخي. أوكي بعدين نسأل مو مشكلة، لكن خلي نفكر. يطير بلا أجنحة، هاي شنو؟ واحد يطير بلا أجنحة؟ هاي وحدة. يمشي بلا أرجل، هاي شلون؟ يبكي بلا عيون، تدري ترى ثلاثة ما أعرف. إذا هو يبكي شلون بلا عيون؟ إذا هو يمشي شلون بلا أرجل؟ وإذا يطير بلا أجنحة، هاي شنو؟ شوية نفكر، ها؟ نأخذ فاصل ونرجع لكم لو نبقى نفكر شوية. خلنا ناخذ فاصل ونرجع لكم. ها حبايبي، سؤالنا يقول يطير بلا أجنحة، يمشي بلا أرجل، يبكي بلا عيون، شنو هذا؟ سؤال حلقة اليوم. تكتبون الاسم، اسم يعني اسمك واسم ابوك او الاسم الثلاثي، والمحافظة، والحل كلمة، يعني أربع خمس كلمات فقط بدون ما تقولون، وإحنا راح نجمع الحلول كلها، نطلع الحلول الخطأ على صفحة، نطلع الحلول الصحيحة، نفرزهم كل محافظة بمحافظتها، ونجري القرعة للفائز بحل سؤال حلقة هذا الأسبوع. إذا منتظركم على العنوان اللي موجود على الشاشة، قناة شهاب الفضائية، استوديو عمو هاشم. وصلنا أعزائي المشاهدين، حبايب الأطفال الحلوين، إلى نهاية حلقة برنامج استوديو عمو هاشم، ونقول لكم إلى اللقاء.